عودة البطولة وميركاتو في في اي بي، يعني ميركاتو كبير بحضور نجوم كبيرة عادت للبطولة الوطنية، مبولحي، قديورة، بالعمري، أيضا بالليلي، بوتمان، الكثير من الأسماء العائدة إلى البطولة الوطنية. هل هذا سيكون عودة البطولة ستكون غدا؟ هل هذا سيكون في صالح مستوى البطولة أنه يطلع؟ سيرتينمون كي تجيب دي جوار كيما بالليلي كيما بولحي بوتمان ميم لي جوار طونجي درفلو نعيجي سي سور كو سي ار بي سرا بلو فور مولوديا سرا بلو فور بنغيت عائد ايضا انا اظن ان شبيبه القبائل دار ريكروتمون شبيبه ايضا شبيبه مقبول اتحاد خنشلة فاجأنا اتحاد العاصمه اللي غاردا غاردا ليكيب تاعو زادها زاد شويه نعم اظن تو سا فا يطلع النيفو لكن عوده البطوله الوطنيه عوده المشاكل ايضا شفنا اليوم ماذا حدث في مولوديه الجزائر فريق الرديف قريب ما دار فورفي على جال اتفاقيه هذيك بين الفريق اماتور و نادي الهاوي والبروفيسيونيل وانا حزب المعلومات هم يقولوا بلي هناك اجتماع هام يوم السبت العاشرة صباحا بين السياسه والاس اس بي باش يسينيو هاد لا كونفونسيون باش ليكيب تاع مولوديه تقدر تلعب البطوله يوم السبت وهاد لا كونفونسيون القانون هو اللي يهضر عليها ويجبر الفريق النادي الهاوي باش يسيني نبقاو في قبل ما هذا الحديث راح نتحدثوا عليه بالتاكيد هناك ثاني المشكل ثاني تاع لي ليسونس تاع وفاق سطيف اللي ما تحصلوش عليه عندنا موضوع على وفاق سطيف عندنا موضوع يعني على وفاق سطيف نبقاو في يعني الاسماء العائده الى البطوله هل بامكانها انها تزيد من المستوى تاع البطوله هذا هو الصح اسكو تشوف باللي هاد لي جوار قادرين يجيبوا ان بليس للشامبيونا او نو سي سور يعني ريبونديت لك سي رشيد نظن باللي عندما يكون عندك جمال بالعمري ولا بليلي ولا نايجي ولا بنغيت ولا هادو لاعبين كمان مشاو بولحي قديوره بولحي قديوره بوتمان بوتمان بلوز او موان مي قديوره وبولحي تو سا كومام سي دي شامبيون دافريك لاعبين عندهم مستوى من ننتظروا منهم باش يتيريو للشامبيونا فير لو مهم جدا من انك اليوم يكون عندك لاعبين ذو مستوى عالي في البطوله تاعك تقدر هكذا البطوله تاعك ميم تسوق على البطوله انا نظن باللي مجيء هاد اللاعبين راح يساعد بزاف في البطوله خاصه من جانب المستوى الفني لكن بعض المدربين برك العام اللي فات اللي طلعوا مع الفرق حتى كيفاش بعض المدربين طلعوا مع الفرق ومن بعد نحاهم لا مازال تاع بن عكنون مثلا مازال تاع بن عكنون تاع بن عكنون مازال مدرب رضا بن دريس رضا بن دريس هو راح للسطيف راح للقبه هو راح للقبه اي صح عز الدين اي جودي يسلك مقرا وبعد مع لافا راح لتيارت هو خير لا خير ان اوبجيكتيف باش يطلع مع تيارت سي لو بي كونتينيي كان قادر يعني ممكن ما وصلش بالك حجار ادى مشوار رائع مع البيض شبيبة صورة صورة الكناوي تمت اقالته نعم اقالته نعم علي بن شيخ الجميع ينتظر في علي بن شيخ ماذا سيقول عن يوسف بالليلي قال لك يوسف بالليلي قول انه مش هو فقط ولكن قال لك كثير تحدث على صفقه يوسف بالليلي الناس تكلمت على 2 مليار 1 مليار 500 وكالي قال لك لا يدي غير 700 مليون ماذا يمكن والبعض الاخر قال بانه بما فيهم بالليلي والعائله تاعو بانه مولوديه الجزائر لازم لها دي جوار هكذا كيما بالليلي دي جوار اللي يقدروا يمدوا هذيك لو بلوس للفريق ويكون هو النجم الاول للجماهير خاصه ان المولوديه قد تستقبل في غضون هذا الموسم في ملعب دويا والله راه نقول له بالليلي بصحتك دا مليار زوج ثلاثه اربعه ولا 12 مليار نقول له بصحته انا نقول للناس اللي هم يتكلموا على بالليلي دراهم انا مقبل ما تكلمتوش الناس دات الخزينه يا يعني. انا ما تكلمتوش صح هذه راه عندك الحق انا ما تكلمتوش جاكم غير بالليلي جاكم بالليلي شحال دا بالليلي قليله بارابور الور ما تكلموش على كي نهار تولي تتكلموا في المومو مام وي دونك اليوم بالليلي بصحته يدي واش يعب صح بالليلي انت تحب اللعب الجميل وتحب هل المولوديه بالاستقدامات اللي قدمتها ممكن تؤدي موسم خرافي اللي راهو ينتظروا فيه الانصار بعوده بالعمري الى البطوله الجزائريه جلب نعيجي
كقلب هجوم، بايزيد ايضا كقلب هجوم، هل كل هذه الاسماء بامكانها ان تصنع الفارق هذا الموسم مقارنه ايضا بما قدم المردود تاع او الاسماء اللي جابهم فريق شباب بلوزداد، اتحاد العاصمه، شبيبه القبائل، شباب قسنطينه، مولوديه وهران ووفاق سطيف بدرجه اقل، نتكلموا عن النجوم على الاسماء الكبيره. انا والله كي نسمع لك هكذا جهاد ولي كلوب كاع جابو عن بالك تتكلم على شامبيونات دونجلتير. على حسابنا احنا قيسنا. عن بالي خلعتني انا ومن بعد عاود فطنت، كنت عاود فطنت. قيسنا. واش عليه دو فاسون لي جوار هادو ديكسبيريونس اللي جاو والو يجيبوا ان بليس نورمالمون يجيبوا ان بليس باسكو سي دي جوار اللي لعبوا في لو نيفو، لعبوا في كيب ناسيونال، ايزون دي ليكسبيريونس. فهمني تو ديبون لو سيريو تاعهم في التدريبات في اي حاجه باش نورمالمون يجيبوا لو بليس هذايا. هل انت طامع بانهم يقدروا يجيبوا لو بليس صراحه؟ لانه البعض مثلا البعض في شباب بلوزداد منقسم، يقول لك مبولحي كبير بزاف، واحد يقول لك قديوره، ولا انه قديوره دار لي تيست كوبر خرج خير منهم كاع لي جوار تاع سي ار بي. هل ما تعتقدش بانه البعض يقول لك هادو تسمى فاتهم شويه الوقت ما راح يجيبوا والو الشامبيون؟ واحد اخر قال لك لا بالعكس، الشامبيون تاعنا تقدر تحايا بهاد لي جوار باسكو يقولوا لي ماتش هادو سي ار بي مولوديا جياسكا لوسما، يقول لي عندهم تولي كاين الحلاوه هذيك تعاود تولي للمدرجات. هنايا شوف ولا نتكلموا على سي ار بي، انا نظن سي ار بي اللي داروا هاد الريكروتمون يقول لك باش نفيزي لا كوب دافريك. سي فري عندك الحق. باسكو لو كان ماشي لوبجيكتيف كوب دافريك جو بونس با يجيبوهم. خاطرش هنايا تولي ما كاش فورماسيون زيرو. كوم تولي كلوب على كل حال. فهمني؟ هذه وحده. تاخذ دوتر كلوب تكلمت لي نتاع المولوديه جابوا كاع هاد لي جوار. تو ديبون لونترينور واش حاب. كوم جو اي كوم واش يتراسيو له كوم اوبجيكتيف. باسكو حنا كي نشوفو من برا كي تجيب هاد لي جوار كاع ممنوع على المولوديه كلاسا تروازيام. صح نتكلم على التروازيام ممنوع عليها. ما نجيبش انا هادو كاع لي جوار باش مولوديه تكون تروازيام تقول لي مبارتيسيبي كوب لا كاف ولا مش عارف. كوب لا كاف تروازيام سي كوب لا كاف. كي تجيب هاد لي جوار سي بور جوي اونتر برومي اي دوزيام با بلوس. باش تلعب لا تشامبيونز ليغ العام الجاي. اي سي فالا بور لو سي ار بي. خاطرش علاش؟ انت دوك كي تجيب هاد لي جوار كاين اللي راهم افونسي في السن وكاين دوطر جون اللي خلاص تبلوكا وانت من بعد ما تجيبش واش راهم طالبين الناس وانت كمسؤولين ديريجون ما لحقتوش لوبجيكتيف تاعكم. دون دو زون هادو يحبسوا الكبار هادو. صح صافي دير لا ميم شو تعاودوا ربلو تعاودوا تجيبوا واحد اخر اللي يحبسوا من المنتخب الوطني تعاود تجيبهم. صح نعم اليوم درتوها نتكلم سي ار بي ومولوديه. سي ار بي دارتها ممكن باش تفريزي لا كوب دافريك. مولوديه دارتها باش دوميني شامبيون. هذا هو لي دوز اوبجيكتيف جو بونس. كل هادو ولا داروا هادشي لازم يلحقوا ولا ما لحقوش سي ان ايشاك.